السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وفرحانين ونشطين يا ربي ومهنيين من شر الخلق وشر العباد. كنتمنى تكونوا مزيانين. كما كتشوفوا معايا جبت واحد الفيديو اللي جديد ومتميز بواحد الجلبات، واحد اللي كنقولوا حتى بحال هادو، غادي نوريكم منهم واحد الالوان اللي زوينين بزاف. كما كتشوفوا معايا قميص بالكيمينو ديالو، يعني نقدروا نلبسوه هكا يا دو بيس. كما كنت كنقول لكم قبل، راه نقدروا نلبسوه بوحديتو، نقدروا نلبسوه مع قميص من تحت منه، كيف كنا نلبسوه مع العصريه جين ولا السروال نتاع الثوب ولا كما بغينا حنا نلبسوه. كيف يمكننا نلبسوه حتى مع جلبه من تحت ونخشيوها ونخرجوا القليب من الفوق، كتجي جلبه متميزه. وكيبقى كل واحد على حسب الطريقه ديالو. كما كتشوفوا معايا هاد لونسامبل رائعه وزوينه بزاف، كتشوفوا بهاد الطرزه نتاع الرباطي، شوفوا وعاد البيغلاج من الفوق وهابطه حتى لتحت بالوان اللي كتحمق زاهيه. فيها واحد الخضر ملكي وهذا الخضر اللي الكتريك والكرونا اللون تاع الارض، والبيغلاج نتاع شواغوفسكي كما كتشوفوا معايا. الثوب هو نتاع الكريب، والقميص التحتاني هو صمونش درعي كما كتشوفوا. شوفوا معايا كيفاش كيجي من التحت، يعني حتى السيده اللي في دارها ما تقدر تشغلها ولا بغات تحرك كما كنقولوا اليس تقدر تلبسو بوحديتو. ملي يكونوا جايين عندها الناس تزيد عليها هذا فوق منها، غادي يجي زوين ويخليك تحطري حتى في الحطيره تكوني متميزه. ان شاء الله غادي نوريك لوينات اخرين، وغتشوفوا معايا بطبيعه الحال اللي عجبها شي حاجه النمره تاع الواتساب كاينه هنا في انستغرام، راه كاين حتى الموديلات اللي كنصورو كنديرهم حتى في انستغرام. مرحبا بكم وشكرا بالتفاعل ديالكم في انستغرام. بزاف الناس اللي دخلوا جدادين عندي، وبزاف نتاع الناس اللي كيخليو لي كومونتير زوينين، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. كنحاول انني نجاوب لي كومونتير ديالكم وانني نشوفهم كاملين. شكرا للدعم ديالكم والثقه ديالكم. بطبيعه الحال اللي عجبها شي حاجه كوموندي هاد النمره، غتوصلها داخل المغرب ب 50 درهم حتى لدار الدار. وهذا الفيديو كاملين الجلبات لي فيه، القميص لي فيه، اي حاجه درتها فيها كدير 800 درهم، يعني ان 800 درهم لاي بياسه عجبتك هنايا. بزاف نتاع الناس اللي كيقولوا لي خلينا الاثمنه باش ملي كنعيطوا كنكونوا عارفين شنو بغينا. دونك مرحبا بكم والف مرحبا. خليكم معايا نمشيو للوينات اخرى نرجع في الغوز. الالوان اللي هاديه وكما كنقولوا الالوان اللي حنينه بزاف. هذا الغوز جي رائع حتى هو كما كتشوفوا معايا، بالقميص ديالو كما كتشوفوا كيجيو متولين في اللبسه ديالهم ورائعين، كيخليونا اننا نوقفوا حنا مفتخرين باللبسه ديالنا وبالزي التقليدي ديالنا. كما كتشوفوا معايا جي بصيفه من هنايا كما الموديل اللي قبل، جي بصيفه من هنا، جي شويه عصري على كما كنقولوا. نقدروا نديروا حتى سانتيغ من هنا ولا من جهه الحتاوى، نقدروا نماركيو به لاطاي كيف يمكننا حتى من الفوق نديروها. سا ديبون كما كنقول دائما على حسب كل سيده شنو كتختار تلبس وفاش كترتاح حتى هي. كما كتشوفوا معايا جايين بواحد اللوينات اللي الغوز والموف والكرونا خارجين مع الغوز، رائعين وزوينين. خليكم معايا في لون اخر اللي هو الكحل ان شاء الله. كما كنقول لكم فقط 800 درهم لون الكحل اللي كيجي معاه كل شيء وكيواتي الالوان كاملين، البيضاء السمراء الحنطيه كل شيء تيجي معاه زوين ومحبوب الناس كاملين. هادشي اللي كاين كما كتشوفوا معايا، كتشوفوا الديتاي تاع الالوان اللي مخدومه بها، الالوان اللي مهدنا شي شويه، هو الصفر في الموف وفواحد الغوز اللي جاي رائع. شوفوا الطريزه معايا شحال متقونه وزوينه، والخدمه اللي جايه متيوله. وكما قلت لكم كيجي جد محترم وجد انيق في اللبسه ديالو. فخليكم معايا تبعوني حتى لاخر فيديو، كاين لبسات زوينين كما كنقول، جلبات واشكال اللي زوينين دائما الحمد لله كاين الجديد بفضل ديالكم، بفضل الثقه ديالكم والتشجيع ديالكم. خليكم معايا كما كتشوفوا معايا هاد الجلابه اللي كان عليها واحد الاقبال بزاف كبير 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 ما يتصورش، عجبات المتتبعين ديالي وبزاف اللي طلبوا مني اشكال ديالها. وكان هاد الموديل الصراحه كنت خدمت به من رمضان بشكل اخر وكان عجبكم بزاف، وقلت علاش لا ما ندير شي الوان اخرين ونلبي الطلب ديالكم. فمرحبا بكم معايا. كما كتشوفوا معايا فيها الوان اللي واعره واعره بزاف، كتشوفوا جايه هاد لاموتي بالنص وكلها عاود جايه جلبه ظهر بالنوار، وكاين العكس ديالها كما كتشوفوا كيكون ملي كتكون هكا كتكون العكس ديالها هكا، والظهر ديالها في انا كنقول المطرد وحده كتكون في الكحل. دونك اللي كيبغي يلبس الالوان اللي كتكون العكسيه فكاين موجودين، مرحبا بكم. بالنسبه لي طاي كاين لي طاي من الميديوم حتى الدوبل اكس لارج، دونك مرحبا والف مرحبا. نوريكم شويه ديتاي كما تشوفوا معايا، شوفوا معايا هاد التنبيته هابطه حتى لهنا بعقيدات وسفيفه، وهنايا رشيمه اللي هابطه حتى لتحت، هذه جايه انصاصيه وهذه هابطه بفتيحات من الجناب كما كتشوفوا معايا بسفيفه وعقيدات. الخدمه شوفوا معايا شحال زوينه، وهذه راه نقدروا نمشيو بها للخدمه، كنقدروا نوقفوا بها المناسبات الزوينين ونكونوا مفتخرين بيان سيغ بالجلبه ديالنا. فمرحبا بكم في الوان اخرين.
من ظهر الكاميرا كنقول لك ترى زوج صح اللي ما عرف المهم حلو تيهضر على راسه وفرحان الله يدخل الفرحه لقلوبكم وقلوبنا يا ربي كما كتشوفوا معايا حتى هذا في الموف فاتح والموف مغلق بواحد البيغلاج اللي كما قلت لكم انه يقدر يوقفنا حتى في خدمه زعما نمشيو خدامين بحال اليوم زعما ياكين اليوم الجمعه ما عرفتش واش غادي نسالي نرمي لكم الفيديو اليوم ولا لا ولكن بحال حتى الجمعه نقدروا نمشيو بها لخدمتنا نقدروا نمشيو عندنا عند صحاباتنا نتلاقاو بهم كيف يمكننا واحد المناسبه اللي خفيفه نقدروا نلبسوهم كما كنقول هادو كيكونوا عمليين اكثر كما كتشوفوا معايا الديتاي نتاع الخدمه جايب هاد البيغلاج وهاد الحجيرات هنا مع السفيفه نتاع الحرير بعقيده بلدين خديمه نقيقيه فيها والثوب نتاع الكخيب دو سوا فريمون لا كاليتي نتاع الثوب كما كتشوفوا معايا انا كنبقى نقول هي من هي من لاطوش اللي كنزعزعوا بها الجلابه كتبان لا كاليتي نتاع الثوب كما كتشوفوا معايا الظهر حتى هو نوريكم العكس ديالها كما كتشوفوا كيكون العكس ديالها هو اللي كنكونوا مخلطين به الثوب فمرحبا بكم الف مرحبا كنأكد على ان هاد الجلابات كاملين 800 درهم توصيل داخل المغرب 50 درهم خارج المغرب كنوصلوا للعالم كامل ان شاء الله يا ربي على حساب الكيلو وعلى حساب الطلب ديالكم فمرحبا بكم شوفوا معايا حتى هاد اللينجين مفرح او كلاس او ميم طون كما كتشوفوا معايا كنت جايه بواحد السبرديله انا غوجو لقيتها بغيت نوريكم انها كيفاش انها جات عمليه واخا راها بالبيغلاج وكما كتشوفوا كخيب ولكن نقدروا نلبسوها مع سبادغي نوار ولا غوج ولا ما معلاش لا حتى بيضاء اديداس بحال هكا تجي معها زوينه كتشوفوا معايا لبستها مع سبادري جات معها زوينه شوفوا معايا الظهر جاي كله في الغوج جايه متميزه وعرفتي ما نقول لكم شي شحال مريحه هاد الجلابه وهاد الجلاب فريمون انا كنشوفهم عمليين باش لانهم كيتقدروا يتلبسوا العام كامل كما انا كنشوفو دايره هي كولون من التحت نقدر ندير بول بودي من التحت ونخرج بالجلابه في اي وقت فكرت اني نلبسها يا ما الصيف عاوتاني مع ديباردا غادي تكون مريحه بيان سور الناس اللي كيدير الفولار فولار راه هكا في النوار ولا فلوغي بالنوار والغوج غادي تجي معاها متميزه وزوينه كما كتشوفوا العكس ديالها العشاق الاسود الظهر ديالها جاي في الكحل كما كتشوفوا ديما كنقول لكم الظهر كيكون مخالف على الموضه الاخر كاين اللي كيبغي الكحل اكثر كاين اللي كيبغي الغوج اكثر كاين اللي كيبغي الوان مفرحه غنوريكم الالوان اللي كنقولوا سخان شي شويه واللي كنقولوا باردين شويه فمرحبا بكم خليكم معايا كنأكد على ان الثمن 800 درهم كما كتشوفوا معايا نص ابيض ونص الاسود كما الشخصيات نتاع الناس كتلقى فيهم واحد الكوتي رحمه الله الموضوع ديالنا لا اله الا الله محمد رسول الله الله يلاقينا مع احسن منا يا ربي وبعد علينا شر الخلق يا ربي هذا النهار الجمعه دعواتكم بالخير ودعواتي لكم بالخير تكونوا على خير يا ربي كما كتشوفوا معايا هاد الجلابه نص كحل ونص ابيض والظهر ديالها في البيض انا صراحه كيعجبوني الالوان الفاتحه ما نكذبش على الله باسكو هو هي كاينه اللي بالكحل واختاريت انني نلبس الفاتحه حيت بصح انا كنبغي الالوان اللي كتخليني زعما يمكن فحال نحس بواحد الطاقه ايجابيه اكثر فكما كتشوفوا معايا جلابات اللي هما متميزين بزاف 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 بصحتكم والصحه كما كنقول الناس اللي وصلوا لهم حويجاتهم وفرحانين بهم وخلاو لي دي كومونتير زوينين وعيطوا وجاو عندنا حتى لهنا مرحبا بكم الف مرحبا وبالصحه والراحه تلبسوا وتعاودوا بالصحه والعافيه وتكونوا ديما كليانات وفيات ليا الله يحفظكم خليكم معايا في الويلات اخرين عرفتي شنو هاد البارياج نتاع لي كولا حمقوني عجبوني فريمون جاو فاشن جاو زعما بصح زعامين لدرجه انهم جاو راقيين في زعامتهم كما كتشوفوا معايا اللون الاخر حتى هو بالعكس بالبلو واحد البلو اللي زوين وهو الفيشيا نوريكم الظهر ديالهم على حسب كل سيده فاش كترتاح في الالوان اللي فلاش ولا الالوان حيت كيكون شويه واحد فاتح واحد مغلوق كما كتشوفوا معايا جا هاد الفيشيا مع هاد البلو رائع زوين جاي مخدومه بهاد السفيفه ديال القيوقه مع عقيده بلديين والكريب ما نقولكمش لا كاليتي ديالو شحال زوينه مع ارتفاع الطايحين وجايين طويلين في اللبسه كما كتشوفوا معايا ارتفاع الطايحين وكاين فيهم لي طاي من الميديوم حتى للدوبل اكس لارج دونك مرحبا بكم خلينا غادي نمشيو لموديل اخر نوريكم شكيلات اللي هما زوينين ومتميزين ما تمشيو لعين تبعيني حتى لاخر فيديو كاين مفاجئات موديلات فنين 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 بزاف شحال كيوت شتي شحال زوينه فريمون هاد الكري من الالوان اللي كنشوفهم دائما كنشوفهم نتاع الناس الكبار والحزينين للناس اللي كتبغي تكون كما كنقولوا كلاس ولا داخله سوق راسها وماشي الوان ولكن ندخلوا عليه هاد الالوان جا لون حي جا واعر الكري جا مواسي هاد الالوان اللي فلاش و
وجاز زوين. شوفوا معايا الديتاي نتاع هذا الموديل كما قلت لكم، وقلت لكم انني غيكون مفاجآت نتاع موديلات زوينين وتشكيله زوينه ان شاء الله، غادي يكون ديما الجديد حيت نتوما غزالات وفنات وكتدعموني وكتخليوا لي كومونتير دائما اللي كيحفزوني وكنكون فرحانه بهم. كما كتشوفوا معايا هذه الجلابه اللي هي انتر جلابه قفطان، كما كنقولوا فحال لا كوب نتاع لا روب، يعني الناس اللي كتبغي شويه الفاشن وكتبغي شويه الاختلاف فهاد الجلابه كتخليك تكوني مختلفه. كما كتشوفوا معايا الجلابه اللي جايه لا كوب ديالها شويه عصريه، جايب واحد الاكتفالات من هنا كما كتشوفوا هنايا كاين بلي فرانس، وجايه كميمات بالطرز. شو الطرزه كتحمق هندسيه غزاله غزاله. الجلابه كلها عامره وهابطه بالعقيدات والسفيفه حتى لهنايا، وجايب هاد لي بلي. وما نقولكمش على كاليتي نتاع الكريب شحال زوينه، انا كنأكد ان منين بغيو نقيسوا الحاجه كما كنقولوا التوبين زعزعه كيعطيونا داك الحركه ديالو ولا داك الخفه هي اللي كتبين الجوده ديالو. كما كتشوفوا كتجي معايا تنجي معايا جات معاك نيت معاكم جلابه غزال وكيتواتيكم، وكيمكننا نديرو لها حتى سانتور من هنا كيف نقدروا نديرو لها حتى مجيد اللي بغينا نلبسوها شي مناسبه اللي بحال حطره عتي مع لي طالون غتجي زوينه في لبسه. انا اخترت انني نلبسها مع بليغه حيت انا راه ماشي من الناس نتاع الطالون بزاف، ما كنقدرش ماشي حركيه زعما ماشي حركيه اكثر من اللي الناس اللي كيقدروا يمشوا يلبسوا لي طالون ويتبوزاو بهم. فتحيه ليهم الناس اللي كتبغينا. كنقول يمكن الجلابه ولا القفطان كيتبدل بالطالون واحد 50%. السيده ملي كتلبس الطالون ديالها كتعبر واحد الانوثه وكتعبر على واحد لا كلاس فيها. فتحيه للناس اللي كيقدروا يلبسوه وكيعرفوا يلبسوه. كما كتشوفوا معايا انا لبس معاها بلغه بحال هكا كتجي زوينه في اللبسه ديالها. شوفوا شحال كتجي رائعه وزوينه. فكنتمنى هذا الموديل يكون عجبكم. كاين اللي طاي فيه من سمول حتى الدوبل اكس لارج. دونك مرحبا بكم الف مرحبا، خليكم معايا في واحد الموديل اللي حتى هو زوين. كما كتشوفوا معايا فريمون هاد الجلابه محبوبه عند الجماهير، كنحبها كنحبها كنبغيها. كتجيني فريمون زعما في اي وقت فكرت انني نهز الجلابه ولا انني نلبس الجلابه ولا كتحببني انني نمشي نهز الجلابه ونلبسها ونخرج وانا مفتخره بالجلابه ديالي. كما كتشوفوا معايا جلابه في بلو مارين، ولكن النبات اللي فيها جاي رائع، جاي بهاد الرشمه كما كنقولوا نتاع فندي زعما راها ماركه، ولكن بصح راها ماركه. شوفوا الخدمه اللي فيها شحال رائعه، رقيقه وزوينه وتنبات باليد ونقيق التنبات فيها. وما نقول لكم شيء ان لا كاليتي نتاع الثوب زوينه وزوينه بزاف كما كتشوفوا معايا باكتفاء الطايحين. وكتجي راقيه في اللبسه. عرفتي انا هذه دابا زعما الناس اللي دايرين الفولار شوفوا معايا كيفاش يخرج معاها البوردو فواحد الفولار واحد الصببط في البوردو، غادي تجي تتحمق غادي فنه 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 كتفتن. وبيان سور الناس راه كتبقى الاذواق تختلف، كل واحد كيفاش يبغي يلبس جلابته وكيفاش يبغي يبان بها. فبصح الجلابه اللي متميزه متميزه بزاف كما قلت ان هاد الجلابات ب 800 درهم. مرحبا بكم، عليكم يتصلوا بالنمره اللي كاينه لتحت. مرحبا والف مرحبا، دخلوا الانستغرام اجي مرحبا بكم لاتولي. كنأكد ان لادريسا حيت بزاف الناس اللي ما رجعوش الفيديو لاول مره غادي يشوفوا الفيديو معنا. احنا جايين في مدينه مكناس حمريه هي سونتر فيل، جايين في الهبطه نتاع لي سيمولا اسماعيل. اول ما كنهبطوا على كارفور كنهبطوا نيشان على الهبطه نتاع العمارات نتاع لي كارفور نتاع مولاي اسماعيل. العماره 8 الطابق الثاني رقم 5، رقم 5 في الطابق الثاني. فمرحبا بكم الف مرحبا. مره اخرى غادي نخليكم معايا في جلبات زوين. مره اخرى عشاق اللون الزيتي لون الطبيعه الخضر كما كتشوفوا معايا جلابه اللي رائعه ورائعه زوين زوينه بزاف. انا هذه كنشوفها كطلق حتى العرايسات كطلق المناسبات اللي كتكون خاصه شويه وانتيم اكثر. كما كتشوفوا معايا هاد الجلابه جايه بالكريب دو سوا. شوفوا الطرزه شحال كتحمق، الطرزه نتاع اليد بيان سور طرز اليد فاش فاش الرباطي اللي انيق في اللبسه ديالو. شوفوا الطوق شحال جاي رائع زوين، وجايه الكتيفة الطايحين كما كتشوفوا الجلابه كتجي مخزنيه وانيقه في اللبسه ديالها. وتنأكد ان فقط ب 800 درهم. فمرحبا بكم الف مرحبا. كما كتشوفوا معايا جايه الديطاي نتاع افتتاحات والبارما اللي حتى هي بالتنبات و 800 درهم. خليكم معايا الجلبات اخرين. ومره اخرى كنرجع في الموف اللي ديما كنقول لكم كيعجبني وكيعجب بزاف نتاع الناس منكم، ولكن هاد الجلابه بصح بصح انيقه بخدمتها بالفصاله ديالها بثوبها بكل شيء الديطاي اللي فيها جايه رائعه.
غنقرب لكم الخدمه باش تحكموا حتى نتوما وتشوفوا كيفاش دايره هاد الجلابه. شوفوا معايا الديتاي نتاع الجلابه مطروزه كلها بلي بغيت، الطرز نتاع اليد جاي بفشفش كامل، جاي اون غولييف بواحد البيرلاج، جايه كتحمق بالثقل الحر، جايه من هنا ومن هنا بيان سور، جايه حتى في الكميمات. وشوفوا معايا حتى الخرطه من هنا جايه مع لاونش، كتجي رائعه وكتجي زوينه. انا نخرجها مع بلي غادوري، كيف يمكن انكم تلبسوها مع لي طالون، غادي تجي رائعه وكلاس والناس نتاع الكلاس يستاهلوا دائما الحاجه الزوينه. فغنرجعوا لاخر جلابه نخليكم معاها باش ما يجيكمش الفيديو كنظن ان طولت عليكم هذه المره، قبل عليا وسمح ليا. وكنأكد ان الثمن 800 درهم وداخل المغرب توصل ب 50 درهم حتى بالضبط كتوصلك الامانه ديالك، عاد كتخلصي 800 درهم تاع الجلابه و 50 درهم تاع التوصيل. وبيان سور خارج المغرب كتصيفطوا لنا وكنصيفطوا لكم على حسب لو بوا ديالكم. فمرحبا والف مرحبا بكم في اخر جلابه واخر موديل، وان شاء الله ما يكون شيء اخر فيديو، مازال خير ان شاء الله ومازال جلبات ومازال موديلات اخرين. فمرحبا بكم الف مرحبا. كما كتشوفوا معايا هاد الجلابه اللي جبت رائعه، انا شخصيا عندي اختها وكتعجبني بزاف، انا عندي في الكحل وكنت شفتو، انا كنت درتها في واحد عيد الميلاد نتاع بنتي وكنت درتها انا مع سميطه، كانت جات رائعه، درتها مع سميطه نتاع غوتشي ودرتها مع سبادغي وكانت طلعت زوينه في اللبسه ديالها. كما كتشوفوا معايا هاد الخدمه كلها بليد، يعني الرباط اللي فيها بالسقلي الحر نتاع اليد، هاد البيرلاج هابط حتى لهنا هاد الخدمه، وجايه حتى من الجن كما كتشوفوا معايا مع الكميم، جايه جلابه فريمون فريمون رائعه ومخزنيه لواحد الدرجه انها كنبغيها بزاف. بغيت هاد الجلاب نتاع الفيديو كاملين. كما كتشوفوا معايا حتى الظهر ديالها كتفها طايحين، مخزنيه في اللبسه ديالها وفي الخدمه ديالها وفي الشكل ديالها. والله يحفظكم علي، الله يحفظكم ليا وعليا ويخليكم ليا يا ربي. وسمحوا لي الا شفتوني بهذا الوجه اللي هو شويه كما كنقولوا بال شويه في هذا الفيديو، فكنحاول انني نكون ديما نبان لكم بواحد الشكل اللي زوين. الله يحفظكم ليا ويخليكم ليا، كنبغيكم بزاف، ما تنساوش اللي عجبها الفيديو تبارطاجيه مع الحباب ديالها والصحاب ديالها. السلام عليكم.